السلام عليكم يا حلوين. اليوم ان شاء الله رح ناخذ بدرس التربية الاجتماعية. رح نبدأ بدرس الدرس الرابع بعنوان إرشادات تحميني. بالبداية شو معنى إرشادات؟ إرشادات هي قوانين، مثلا المس بتيجي بتحكي لك لا تركض حتى ما توقع عن الدرج، لا تركض بالساحة حتى ما تأذي حالك وتأذي أصدقائك. هاي اسمها إرشادات، يعني تعليمات وقوانين المس أو أي حدا بيعطيك إياها. ممكن ماما تعطيك إرشادات حتى تحميك لما تيجي مثلا تطلع من البيت، تحكي لك لا تفتح الباب عشان ما حدا يجي يسرقك أو يسرق البيت، ما تلعب بالنار عشان ما تحرق حالك. هون كليات إرشادات تحميك، أو أشياء الناس بيحكوا لك إياها اللي أكبر منك، أو المدرسة اللي أنت فيها بتعطيك إياها حتى تحميك من المخاطر. نبدأ هون إرشادات عامة. بالبداية بدهم يعرفونا إياها، بيحكي لنا ما معنى إرشادات. الإرشادات العامة هي مجموعة من القوانين والإشارات والرموز تدلنا على التصرفات السليمة وتبعدنا عن الأخطار. زي ما حكينا، ماما بتيجي بتحكي لي لا تلعب بالنار، هاي تصرف، أو يعني هي تصرف سليم، يعني إنها ماما بتحكي لي أشياء صحيحة. وبنفس الوقت أنا إذا رديت عليها ببعد عن الأخطار. علينا الالتزام بالإرشادات في حياتنا. مثل إيش الإرشادات اللي أنا لازم ألتزم فيها بحياتنا؟ إرشادات داخل الصف، مثل شو في أشياء أنا لازم أعملها وأنا بالصف مع زملائي حتى أني أحافظ على صحتي وعلى صحة غيري اللي موجودين بالصف. المحافظة على النظافة والنظام والترتيب. هسه لو كلياتنا قاعدين وجت الفرصة وأكلنا ورمينا تحتينا الأكل أو الورق الشبس والبسكوت ورميناهم تحتينا، هاي إشي مش بيأثر على صحتنا؟ لو ضلينا كل يوم نعمل هاي الحركة مش رح يأثر على صحتنا؟ رح تصير ريحة الصف مش منيحة، رح تأذي رئتنا، رح تصير ما نعرف نتنفس بالصف. حتى بالنظافة، النظافة الشخصية، هسا مثلا أنت كل يوم بتيجي مثلا مسيك امبارح كبيت عليه عصير وانت بالمدرسة، ورجعت اليوم كبيت عليه عصير، ورجعت بكرة كبيت عليه شغلة. هنا هاي الأشياء بتدل على نظافتك؟ لا طبعا. طب هي بتأذي حالك انت لما تساوي هيك؟ طبعا بتصير ريحتك مش منيحة، بتصير الناس ما يحبوا انهم يمشوا معك. النظام لما المس تنزلنا مثلا على الساحة عشان ننزل مثلا نلعب أو ننزل على حصة الرياضة، مفروض إن كلنا نلتزم بالنظام ونمشي بلاين واحد بخط واحد. ليش؟ بصير أنا أترككم تمشوا على راحتكم، انزل الدرج زي ما بدك، مش رح نوقع، مش رح يصيروا الطلاب يدزوا في بعض ونوقع عن الدرج، احنا هيك نكون منظمين؟ لا. طيب اذا تركتكم المس من غير نظام، انت دزيت صاحبك او صاحبك دزك ووقعتوا عن الدرج، مش هاي اشياء ما بتحميك؟ هاي اشياء بتسبب لك خطر، ممكن توقع عن الدرج، ممكن تنكسر ايدك، تنكسر رجلك، او يصيبك جرح مثلا. طيب والترتيب، أحلى إشي المس لما تفوت عليكم إيش تحكي لكم يا ثاني؟ أشوف مين أرتب درج، ونصير كلياتنا نعمل مسابقة نرتب درجنا. طيب إذا فاتوا علينا الصفوف أو معلومات الصفوف الثانية وشافوا دائما دروجكم مش مرتبة وصفنا مش مرتب، بيحكوا عنا إحنا محافظين على الإرشادات أو يعني ملتزمين بقوانين المدرسة أو قوانين الصف بشكل عام. لا، رح يصيروا يحكوا ثاني مش ملتزمين، ثاني مش شطورين. طيب بالبداية الالتزام بالإرشادات لازم، أول إشي إرشادات داخل الصف. الثانية إرشادات في ساحة المدرسة، زي ما حكينا عدم الركض، بصير نضلنا نركض؟ لا، لأنه ممكن إحنا نوقع، ممكن نوقع غيرنا ونأذي حالنا.
الوقوف في الطابور بانتظام. الوقوف في الطابور بانتظام نفس الشيء لما حكينا بدنا ننزل على الساحة لازم نمشي بخط واحد منظمين، واحترام النشيد الوطني. الآن بالطابور الصباحي احنا لازم نردد مع النشيد الوطني بصوت عالي وباحترام من غير ما نصرخ حتى ما نأذي الصفوف الثانية، ممكن صوتنا يكون كثير مزعج. حلو ان الواحد يعلي صوته بس من غير صريخ. ارشادات في الحدائق العامة. طلعنا انا وبابا وماما على حديقة، شو لازم انا في اشياء ما لازم اساويها؟ عدم تسلق الاشجار. انا بدي اروح على رحلة واتسلق الاشجار، مش ممكن اني اوقع عنها؟ طب انا هيك ما باذي الشجرة، ممكن اني اكسر اغصانها. تكسيرها ممكن، انا لما مسكت بالشجرة هاي بدي اطلع عليها انا كسرت الغصن، طب انا هيك اذيت الشجرة واذيت حالي. طيب والمحافظة عليها، لازم احنا نشوف مثلا ناس كاين قبلينا في رحلة ومش مرتبين، مش منظفين، مش نظيفين، مش منظمين، ما بيعرفوا الترتيب، كاينين كبين تحت الشجرة هاي اللي قاعدين عليها عندها، هم كاينين كبين كل اشياء الرحلة اللي هم ما بدهم اياها تركوها. انا بصير اعمل زيهم؟ لا بالعكس، انا لازم اجي حتى لو مش انا اللي كاب هاي الزبالة، لازم ألمها وأجلس في المكان وهو نظيف. ولما أجي بدي أقوم أترك المكان نظيف حتى يجي حدا بعدي يلاقي المكان نظيف، يحكي شوفوا العيلة اللي قبلنا ما أرتبهم جايين وقاعدين بأدب وبنظافة. عدم الابتعاد عن الوالدين، بصير إحنا نبعد عن بابا وماما وإحنا في الرحلة؟ لا طبعا، لانه ممكن نضيع، ممكن المكان احنا اللي رايحين عليه ما نعرفه، نمشي واحنا بنلعب ما نعرف نرجع لهم، بابا وماما ما رح يعرفوا يوصلوا لك. عدم التكلم مع الغرباء، ممكن حدا يجي يحكي لك تعال احكي لك شغله، يمكن هو جد يكون بده يحكي لك شغله ويمكن لا، يمكن بده يسرقك، يمكن عادي، في ناس كثير بيخطفوا، فاحنا بدنا ننتبه لانه مش كل الناس راح يكونوا منيحين معنا لما يجي يحكي لنا تعال احكي لك شغله، او تعال مثلا ماما بدها اياك، ماما حكت لي تعال انا تعال جيب لي هذا الولد، لا انا بمشي لماما لحالها، حتى ما بحكي مع الزلمه او يعني اللي الشخص اللي حكى معي ما بحكي معه. شفت حدا اجا وحكى معي ما بحكي معه وبسرعه بروح عند بابا او ماما. طيب بعض الارشادات التي تحمينا من الاخطار. كمان في عنا إرشادات، شو هي؟ عدم الاقتراب من السدود أو السباحة فيها. شو هي السدود؟ هي المكان اللي بيتخزن فيه المية بالشتاء، هي مكان بيتخزن فيه مية بالشتاء، هو شكله مثل البحر لما إحنا نشوفه بس هو من صنع الإنسان. كل دولة بتصنع لإلها سدود حتى تخزن فيها المياه، مياه الأمطار بتخزن مياه الأمطار بتعقمها وبترجع بتبثها للناس مرة ثانية وهي معقمة وصالحة للشرب. ما بصير إني أقترب منها لأنها كثير غميقة، وأصلا هي مش مخصصة للسباحة، حتى كمان إني ما بصير إني أسبح فيها. إذا بدي أشوفها بشوفها من بعيد، بوقف من عند السد من ورا الشبك اللي حاطينه، ما بصير أدخل جوا الشبك حتى لو لقيته فاتح ما بصير أدخل فيه. عدم التزحلق على الدرج في المدرسة والبيت. في ناس وهم نازلين عن الدرج ممكن مكان ما إحنا بنحط إيدنا وإحنا ماشيين، مش في بكون على يميننا وإحنا نازلين مكان بنحط على ايدنا، في ناس بتزحلقوا عليه، هاي الحركة بتسبب لنا اخطار كبيرة، ممكن ان نوقع من طابق لطابق، ممكن نتكسر، في ناس ممكن ما يتحمل هاي الوقعة ويموت، فاحنا عشان نحمي حالنا ما بنساوي هاي الحركة لانها هي اصلا حركة خطأ. طب هم ليش حطوا الدرج اذا احنا بدنا نزحلق؟
ما بصير احنا نزحلق، في العاب وفي ملاهي تقدر تروح تتزحلق فيهم وهيك انت ما بتأذي حالك. عدم تسلق الاشجار واسطح المنازل، حكينا هنا عدم تسلق الاشجار واسطح المنازل. في بيوت تكون مكونة من طابق واحد، في اطفال بيجوا بيتسلقوا على مثلا على اول شباك اللي موجود، بعدين بيرجعوا بيتسلقوا كمان شوي لما يوصلوا لسطح المنزل. هاي الحركة طبعا خطأ، لانه ممكن انت تدوخ، ممكن ما تقدر تثبت حالك وتوقع، انت هيك سببت لحالك خطر كبير. اخر اشي رح ناخذ اليوم اهمية الالتزام بالارشادات العامة في حياتنا. انا شو بستفيد اذا التزمت بالارشادات العامة؟ تحمينا من الاخطار، حكينا الارشادات بتحمينا من الاخطار، الحفاظ على صحتنا وسلامتنا، بحافظ على صحتي، ما بتكسر ما بتجرح، والتقليل من الحوادث والعيش بأمان. طيب، جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والامتثال للإرشادات، يعني كل المواطنين لازم يطبقوا الحقوق والواجبات، يعني ياخذوا حقوقهم ويطبقوا واجباتهم ضمن الإرشادات. يعني ما بصير إني أنا أروح أحكي لهم والله أنا حر، أنا من حقي إني أتزحلق على الدرج، لا طبعاً، ولا حتى من واجبك إنك تزحلق. أنت مفروض إنك تلتزم بالإرشادات اللي وضعتها إليك البلد أو المدرسة أو البيت أو المعلمة، في كل مكان إحنا بنروح لإله في قوانين لازم نتبعها، في إرشادات لازم نحافظ عليها حتى نحافظ على سلامتنا وسلامة الأشخاص اللي معنا. يعطيكم العافية، إن شاء الله بكرة يعني الحصة الجاي بنكمل صفحة 8. شكراً لكم.